تفروحني يا حمرود. أو بات ولم يصبح. ثق بنا يا سيدي، ولم نخلق أنت وإلا قلبنا عليه فيه، في السبيطارات، في الكوميساريات، وحتى في الأحباس يا سيدي قلبنا عليه فيه. أجل يا سيدي، حتى من حمام النساء تقصدرت ودخلت إليه، قلمت وقلمت وأخرج لأستريح ثم أقلم، أخرج لأستريح ثم أرجع لأقلم. هل وجدته؟ لا لم أجده، ولكن صراحة لم يبقى في الحال. فعلا أنت نمرود، تدخل حمام النساء بلا حشمة ولا حياء، قلة الترابي. حكيت لها ظهرها كأختي. كويتني كويتني، مشيت وخليتني كيا على كيا. منذ أن توضر حمرود ما ذهبت إلى الوالدية. اصبري ولا تبكي يا خالتي. إيه خوى علي الدار، فمن يهبط النشيرة من السطح والصانع على الحريرة؟ ها هي دا موجودة، فمن يشربها؟ لا بالنسبة للحريرة لا تخممي، نحن سنتكلف بها. من هي فيكم أم حمرود؟ أنا. ها هي أمه. لقد جاءتك رسالة من ابنك حمرود. هات لا شم فيها رائحة ابني المصنن. أمي، أعرف أنك أمية ولم تحاربيها بعد، فلهذا أعطي الرسالة لنمرود ليقرأها، وإياك أن تعطيها لذلك المتسخ المسمى سحمود. لكن في الصراحة لا تعطيها حتى لنمرود، فهو ساكت على خزيت ويدير فيها درويشا. ولكن سحمود ونمرود لهم الدواء، أما الذئب الأكبر والشماتة الذي يصحاب نفسه يخلع فهو السيد القوم. أنا في بلاد الغربة فقد حن علي الله صوفيت، وسأتلاعق لأضرب البياس الحر وأطبع سسع على البشر. أمي تهلي في نفسك وبيننا الواتساب. انتظروني لآتي بجلابتي وأذهب معكم. إلى أين؟ إلى الواتساب. هل تيقوا؟ أجل لقد تبتهم حتى من سيد القوم ذهب مدفقا. هذا هو سرهم، يحرجون على البشر، نخدم السبت والحد والوكال حتى عيد الحب لا نرتاح فيه. حمرود حمرود افتح لها سمعنا صوتك. ها أنت حتى في الطليان لم يوقروني.